إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الكلمة، الكلمة لها شأن عظيم، نقلا وعقلا. الكلمة أصوات تخرج من فم الإنسان، الكلمة تتشكل من حروف تخرجها أصوات لها معاني. فضل الله الإنسان على سائر الموجودات بجملة خصائص، منها أنه كائن حي ناطق. علمنا ربنا في آي القرآن أن الكلمة أمانة، وأن الكلمة تهدم وتبني، تفرق وتجمع، تضع وترفع. الكلمة دمار أو عمار، لذلك قال في آي القرآن في أطول سورة في القرآن، سورة البقرة الآية 83، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. الآية تأمرنا بأن نقول الكلام الحسن، القول الحسن للناس جميعا بلا استثناء. لا ينصرف القول الحسن إلى الأهالي والأقارب والأحباب أو إلى المؤمنين دون غيرهم، بل أمرنا بأن نقول القول الحسن للناس جميعا. وقولوا للناس حسنا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا الإنسان يعلم علم اليقين بأنه سيلقى الله يقينا، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 24 إلى غاية الآية 27، يميز بين القولين، القول المعمر والمدمر، الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، ك
كما سماها القرآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. ربنا وصف لنا هذه الكلمة الطيبة بقوله مثل الشجرة التي نعرفها التي نتعامل معها، ولكن هذه الشجرة لها جذور ممتدة في عمق الأرض فلا تستأصل، وإن هبت عليها الرياح ولكن تهزها ولا تقتلعها، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هي باسقة سامقة عالية الفروع، ولكنها شجرة من نوع آخر لا نعرفها في دنيا الناس، تؤتي أكلها مع تعدد القراءات كل حين بإذن ربها. إذن هذه الشجرة لم تكن شجرة موسمية تعطينا الثمرات في موسم معين في فصل معين، بل تعطي الثمرات في كل آن. ويضرب الله الأمثال للناس إلى أن يقول ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك كلمة الكفر، وما يقاس عليها من الكلمات المدمرات التي تبعد الإنسان عن ربه، التي تفرق الجماعات، التي تزرع الفتن. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم ختم الله تلك الآيات بقوله يثبت الله الذين آمنوا، اصطفاهم ربنا جل جلاله، هؤلاء الذين آمنوا مصطفون، فرزقهم الله الثبات في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. الكلمة الطيبة كثيرة، أن تتكلم بالقرآن فهو أفضل الكلام وأفضل الذكر، أن تتحدث بكلام الله جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن تتكلم بالسنة الشريفة وفاء لميراث النبوة، فهذه من الكلمات الطيبات صاحبها يحصد الحسنات. أن تدعو إلى الله بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال ربنا في سورة النحل الآية 125 أدعو الدعوة باللسان بالكلام، وطبعا قد يكون ذلك بلسان الحال وبلسان المقال. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تكون إلا بالكلام، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الكلمات الطيبات الحاصدة للحسنات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الكلمات الطيبات. الذكر بمختلف أنوانه، التسبيح والتحميد والذكر بمختلف أشكاله من الكلمات الطيبات. تقديم النصح الدين النصيحة كما قال الحديث النبوي الشريف من الكلمات الطيبات، وصاحبها سيجني الحسنات
التي لا يعلم عددها وميزانها ومداها إلا الله جل جلاله. أما في الجهة المقابلة النميمة، البهتان، الغيبة، التجريح في الأعراض، اتهام الناس، إصدار الأحكام في حق الناس بلا برهان بلا دليل، كل ذلك من الكلمات الخبيثات التي يجني الإنسان من ورائها السيئات والآثام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلنا مسؤولون. الكلمة، ربنا قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا علمنا ذلك كله لا بد أن نعمل لما ينفعنا في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. تخرج من أفواهنا الكلمات الطيبات التي نجني من ورائها الحسنات والدرجات، وبعد ذلك في جنات النعيم نسأل الله أن يرزقنا أعلى الدرجات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.